اول عقد رعايه من مجله اسمها مجله فليكس. دي مجله كانت بتوزع في امريكا وحتى في الدول العربيه يعني. وانا كنت لسه هاوي وكان ب 1000 دولار، وده كان بالنسبه لي رقم يعني مهول. 1000 دولار في الشهر؟ وكنت مبسوط جدا يعني، انا ما اقولكش قدر السعاده اللي انا كنت فيها. بعدين لما ربنا اكرم بعد كده، بعدها قعدت بسنه بالراتب ده، وبعد كده رحت لعبت في امريكا، وكانت اول ماتش ليا في امريكا الحمد لله ربنا اكرمني وفزت هناك. ودي كانت 2013 يوم 2013 27/3/2013 27/5/2013. فاكر التواريخ؟ يعني انت اتنقلت بقى نقل كامل من الكويت. رحت امريكا ولا رحت ورجعت الكويت؟ رحت ورجعت الكويت. ما زلت مع التيم اللي انا بشتغل فيه، بس رحت اقتحمت بقى معقل اللعبه. انا لسه فاكر اول يوم رحت فيه، يعني جو جديد عليا مختلف، انا ما كنتش بتكلم انجليزي وقتها، فيعني بالنسبه لي حاجه. انا كمان الناس اللي انا بشوفها هي الناس اللي بشوفها في المجلات وبس، بقوا واقفين قدامك، بقوا واقفين قدامي. وكمان كان فيهم اللاعب اللي انا نفسي اشوفه بس في الحقيقه اسلم عليه، كان اسمه فيكتور مارتينز، لان ده بالنسبه لي الايكونز بتاعي في اللعبه. جنسيته امريكي؟ امريكا. فانا رحت لعبت معاه، يشاء القدير ان انا العب معاه في نفس الماتش وان انا افوز عليه. يا خبر ابيض. يعني بتفوز على مثلك الاعلى. أيوة، اللي هو الصوره اللي انا حاطه طول الوقت في المجلات ومش عارف ايه، وحاب معلق صور قدامي. اروح ما نمتش بيها. كنت مبسوط كمان اللي حصل بعدها. قلت لحضرتك، هي خدت معايا خطوات. يمكن في الاول كان الموضوع بالنسبه لي موضوع شخصي جدا. لما بدات اروح عالم الاحتراف لقيت ورايا بلاد يعني نفسها تحط رجليها في المكان ده. بلاد عربيه ما كانتش تسمع عن الاسم، اسماء مصريين. صحيح. الصدى بتاع النجاح نفسه هنا في مصر والشباب والتليفونات اللي انا ما كنتش متخيل الناس اصلا بتبص عليا. فحسيت قد ايه الموضوع بالنسبه لي مش شخصي، ده حلم ناس كتير، او حلم ناس في النجاح ونفسهم يتحقق فيك. الله. فيعني كان بالنسبه لي الموضوع يعني عظيم جدا. السعادة بقى اختلفت بالنسبة لي من حاجة شخصية لبقت حاجة حلم شباب. كلهم بيحلموا نفس الأهل، ملايين الشباب زيك بيحلموا. وهي زيك. الفكرة مش فكرة كمال أجسام ولا فكرة كل مجالات، كل واحد نفسه يلاقي النجاح اللي نفسه يحققه في حد معين، وإنه من نفس الظروف ومن نفس الطينة ومن نفس المجتمع. فاللي بيخليهم يقولوا والله طب ما هو قدر، ما احنا ما نقدر احنا كمان. عادي جدا. فالحمد لله يعني احنا كمان من بعدها كفي الدول العربية البيزنس بتاع البادي بيلدينج ارتفع بشكل غير عادي. الجيمات بقت موجوده في كل مكان. الله. نقدر. بقى... نقدر. نقدر. كله نقدر. كله عنده الطموح ده والحمد لله. ان انا يعني اتمنى ان اكون خدت خطوه الناس بعدها. الحمد لله احنا عندنا دلوقتي ما شاء الله ما شاء الله لاعبين كتير جدا محترفين.